جماد بحرف الواو. ولا احد. واقي. في هذه اللحظة أدرك أبو حمدان إن جاب العيد. بات بحرف الهاء. هرهرة وبهرة. هبهرة. فكرت فيا واللي بترضاه عليا بكرة الغرضة عليك. كلامك داري مش حيفيدك، ما حدش ضربك على ايدك. تغني الحين سادة، الحين تغني مثل ما انا غنيت سادة، والله انت تغني سادة. يلا صعب زعلومة. شوفت عيني يا عيال. اي والله شفته هو يقول وش وش وش. ايه وانا غوره. وينكب المفسع اللي جنبي. هو قام انتفض. ضاد. ضربت من الخوف. طلع لهم. الله. ها. بيض الله وجهك. يا عمري يا عمري يجعلك بالجنة يا ابو. الله يسعدك يا ابو. تذكر مال الرجال اللي اعطيك بوكس على وجهك. 50 درهم. محسن ذا 50. اللهم اجعل محسن يمسك فلوسه. والله يا ابو لطيف. يرحم امك. الله يوفقك. والله صدق يا محسن. محسن يعطيكم العافية يا عيال. وقفوا. والله محسن خلاص. يا عمري يا عمري يا عمري. اللهم من كان يرطينا فيأخذ دبلا، ومن كان غنيا فيعطينا مما عطاه الله. والله صغير صغير. والله صغير. والله صغير. والله انا كبر. وين وين لا يكوي. الله يوفقك. الله يوفقك. لا عليك اسحبها اسحبها. الله يسعدك يكوي. شكرا 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 خمسين. شكرا خمسين. الله يكوي. يكوي يكوي جعلك ان شاء الله جعلك تكوي ملابسك في الجنة. يا رب يا رب. الله يسعدك. لا مي حلوة مي حلوة. لا انت انا زين. لا يكوي لا يكوي بالجنة. لا ما يكوي بالجنة يعني يقول يا رب يا رب يا رب يكوي يدخل. يا شباب متى تتزوج ولا متى بنتزوج ان شاء الله بالجنة؟ قلبك عامر بالايمان. شكرا على الهوست جاب لنا واحد. من هو خوي؟ لا مو شكرا. هذا مسوي هوست. هو جايب نفسه. فهمت؟ دزم انت نفسك يعني من القاب. وش الهوست؟ يا اخي ما عنده ما عنده حد يتابع يبي يفرحك يعني. واحد يجيب نفسه. يلا يلا بروح ما تروح او جيب نفسي. السلام عليكم. السلام عليكم. هاي تصير بنعزز لك. صوت مكيف كذا مكيف الموجود الان في الشقه حقت الشباب. صوت مكيف ابو بومه عرفت اللي يقول لا 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 صوت زايد مره. فانطفينا ابو موت حر. قلبك نيا ونيا كل ما قلبه خلاص بسيط. الله والله كمل. طيب يبي يطلع صوت ايش؟ اسف والله ما عاد اطلع صوت. لا تطلع صوت يا ابو مشفوحه. لا تسوي والله. يلا نغني. مو نغني خلنا نلعب. شوف واحد كاتب رايد وجهك طويل. عزوز سوى فولو. يلا يهدي يهدي قلبك على الشيء. قل الله يسعدك عزوز. شكرا عزوز. يا عبود يا عبود ايش في وجهك كذا عريض؟ يا ابن الكلب الطق الطق انا وجهي بغتي تفهم مره خلاص خلاص اقول لك. هذا يمين خلنا نسمع عبد الرحمن الاخفش. اسمع الاخفش. توهج توهج. سمعنا خرب قلنا. يا جمال يا اخوان ويلكم ويلكم يا فيلر. هذا فيلر. ايوه هذا حبيب قلبي. شباب ترى هذا يلعب مع نادي نجران. الحمد لله ان اخوي شوفه شوفه يا كلب ترى من عليه. قبل نطفي بث باذن الله راح اسوي لكم مراوح.
يلا عيال ضحكوني بعطيك هذا طلال محمد علي وينه؟ ما جاء اليوم حظك هذا ما لعب بطولة سعد خلدون غلط علينا لا يقول مهرجين يقول هو مهرج هو مهرج بعد هو مهرج يلا خلاص طلال بعطيك بوكس فاهم على لونك الاصفر يا الاصفر كأنك كاس العالم بثي ولا لا بثي اقسم بالله انه حرام خلاص يلا يلا عشان والله صح علي والله بدي هلمر اسمعني مين مين انا اكبر صح؟ انت اكبر البث هذا حق مين؟ حقك يعني انا المفروض اكون وش هنا؟ رجال رجال خطا هذه قناتي باليوتيوب الله يسعدكم ويجزيكم جنة أرضها كأرض السماء عدت للمتقين الأحرار منهم الأبرار يا رب العالمين يا طيب القلب وينك يا ابوك بغنيها بس بغير اللحن حقها ايه ما عليك يا طيب القلب وينك 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 وين لا والله ماني موافق تغني مثلي والله هاي رام تهجر سيرينا نينا شكرا ما ادري سحقا للذكريات انتو قاوي يلا سعيد معاك زلينا فانا زلالة ونخطينا فكل يا ابن آدم خطاوة يلا خلاص فيعني حياته كلب بند شو اسمه؟ قول السؤال تاني زمان هتيجي وابقى فيك شمتها هتيجي وابقى فيك شمتها هتزعل ولسه كمان اشوف فيك يوم اللي انت عملته فيا لما انت غدرت فيا والله الدوري اليمني والله الكلام على الدوري اليمني الدوري اليمني تدري وش المهاجم يركض الجناح مع الكورة وش يقول له يا علي ارفع تحت الدوري الوحيد اللي هدف راس بهدفين احسن حط صندوق وقال له وش قال صندوق قال امانه عندك امانه ها. امانه ها هذا الصندوق تدري وش فيه يا حبيبي فيه بيبسي يوم فتحته قال وش يوم قال وش صار صار ها لا لا تكمل السالفة هذه ايش تصير بعد وش اخر حرف لا 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 ربي ليش الغزية طلعت خذ البيبسي خذ وش بلاش رمى يوم رمى صقعت في القرد دان 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 بسم الله ويرقصون يرقصون 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 الا واحد طلعت له ريح كان جاء واحد جنبه قال وش ذي الريحه ها ها ضحكوا الناس اي ريحه اي ريحه اي ريحه هل ريحتك انت القرد لا مو بريحتي قال المعذريمي وش سوى قالوا وش سوى شاهت الكوره يوم شاهتها قال قصه قال لام كمل اي شيء لمه لا لا وش قال لا لا مو انا اللي شتها اللي شاتها الثعلب المكان لا ايه حصل لا رجلي 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 صايح من بعيد رجلي رجلي وش فيها ايش فيها رجلك قال قال امزح معكم قال ايش قال ايش قال امزح معكم حرف الميم كمل ما في شيء ما في شيء رجلي ما في شيء من العراق هذا من العراق ما في شيء ابي الستر تكفون ابي الستر جتني امي وهي تصلي ذكرت الله سبحانه وتعالى قلت لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قدير ربي يا رب اللهم عافي اولادي جميعا وقامت الام تسوي فطور بيأذ المغرب بيفطرون ايش يعني لو جاء الثعلب كان صايم ولد عمته ايش كذيب با حرف توها بياره 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 اي بياره 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 وش ذي الريحه وش ذي الريحه قال اخوه مصير انا طقعت والله انك يا حسين شكرا
شكرا لكم يا عمري. لا نقول لكم وداعا لا ورب البيت، نقول لكم الى اللقاء في بث اخر من برنامج منكم وإليكم، والسلام عليكم. ايه سلام عليكم شباب.